عسلامة ومرحبا بكم على الشين يوتيوب متاعي. كانكم أول مرة تكتشفوا قناتي، ما تنسيوش باش تشجعوني وتعملوا لي أبوني. واليوم رجعت لكم برشا بنا، كانكم حيرين شنو باش تحضروا إن شاء الله لسهرية راس العام للعشاء. حبيت نودكم بوصفات سهلة وسورتو ما تشدش اليد وتعديوا نهار كامل في الكوزينة. ومع الوصفات هذه حاولت نعطيكم ايدي متاع تزيين طاولة ما يكونش برشا شارجي ويبدا سامبل وحلو. ما نطولش عليكم ونخليكم تتعدي وتشوفوا الغوسيت. اما قبل ما تشوفوا الغوسيت اللي حضرتهم لكم اليوم، ما تنسيوش باش تشجعوني برشا جيميت وبرشا كومنتريت وبارتاجيو الفيديو وتابعوني زيدا على انستغرام اسم البقلوتي. وبالنسبة للحاجات اللي صورتهم في تزيين الطاولة باش نحاول نحط لكم منين اخذيتهم في رابط المعلومات. اول حاجة باش نبداو نحضروها هي البلون تاع الشابون فارسي. انا هنا استعملت من ماركة تاع غيغا حلال، ماركة سيرتيفيه حلال وبنة على بنة. باش نستحقو شوية زيت زيتونة، ثلاثة سنون ثوم وكليل وزعتر مرحيين، ملح، فلفل اكحل وفلفل مهروش. وباش نعطيكم استوس باش الصوص تجينا بنينه، هي مغرفه العسل، جربوها وتفكروني. اول حاجه باش نعملوها باش ناخذوا عصير متاع شطر كعبه قارص ونصبوه فوق الشابون فارسي اللي عندنا. وباش نحاولوا نجرحوه بالطريقه هذية ونحطوا سنون الثوم. الثوم راهو باش يسيب من بعد مطعم ياسر بنين. انا هنا نخير اني نحط كعب بالطريقه هذيه خير من اللي يبدا مفروم وهكاك يغطينا على مطعم الشابون. وفي صحفه تكون نظيفه باش نخلطوا لفاحات الكل مع بعضها. نخير ديما انه لفاحات تخلطوها الكل مع بعضها، مش كل لفاح تصبوه على الشابون تاعكم والا على الدجاج، وهكاك تحسوا بارتي تفوحت وبارتي ما تفوحتش. ونخلطوا المكونات الكل بالباهي. وباش نجيو نصبوه فوق الشابون فارسي. بالطبيعة هنا ماذا بيكم التفويح على قليلة يقعد في اللفاح متاعو لمدة 3 سوايع. قد ما تخليوه في اللفاح قد ما يجيكم بنة على بنة. وندخلوهم بعد يطيب، باش يطيب على فور الدرجة متاعو 200، ما نطيبهوش على فور يكون قوي باش يطيب في عقلو ويجيكم يذوب ذوبين. مدة الطيب انا هنا خليته ساعة ونص. باش نزيدوه 50 غرام تاع زبده كوبي اون دي كيما قاعدين تشوفوا فيها لهنا. وماذا بينا كي نجيو نطيبوه نغطيوه. اول حاجه ما نحطوش بابي الومنيوم هو الاولاني، نحط ورق الزبده كيما قاعدين تشوفوا ونكملوا نغلفوه بالبابي الومنيوم. ونعاود نفكركم درجه الفور متاعنا 200 درجه وباش نخليوه يطيب لمده ساعه ونص. وباش نتعدي ونحضروا البان فارسي بالفروماج سو فورم متاع سابان. هنا حبيت نعطيكم طريقة جديدة متاع الخبز المحشي. اول حاجة تحضروها هي البات سالي. انا هنا ما حضرتهاش معاكم على خاطر سبق وحضرناها في فيديو اخرى، تو نحط لكم اللين في خانة المعلومات تحت الفيديو. هذه بات السالي اللي نعملوا بيها الانواع الكل متاع السالي. في المرحلة الاولى باش نتعديو ونحيو الغاز من البات. هنا باش ندغازيو البات متاعنا، راهي مرحلة مهمة برشا، سينو كان نخليو فيها غاز اللي هو الهواء راهي باش تبوطلنا البات وما تجيناش المنظر مزيان في التطيب. وعلى البلون دو ترافاي متاعنا باش نرشو كونتيتي متاع فرينة. ديما ما نرشوش كونتيتي كبيرة على خاطر كيما نعرفو قد ما نرشو فرينة قد ما تيبسلنا البات.
وباش نحطو الباتم تاعنا على البلان دو ترافاي اللي سبق وقلت لكم رشينا عليه الفارينة، ونحاولو نعملوها في شكل كعبورة كبيرة. وباش نقسموها على كعبورات صغار، كبر الكعبة يكون 35 غرام، على خاطر المرة الأولى كي استعملت الكبر الكعبة 40 غرام حسيتها باش تجيني كبيرة، وان بلوس ما ننسيوش اللي هي فيها الخميرة معناها باش تزيد تنفجنا لين تكملوا الكعبات الكل. وباش نستحقوا للفاخس فروماج، الفروماج بلون هذيك الفريدو ولا اي نوع فروماج متوفر عندكم، وفروماج غابي، وباش نخلطوهم الكل مع بعضهم. باش ناخذوا الكعبوره نتاع البات نتاعنا، وباش نحاولوا ان نحطوا فيها الفخس ونحلوها بيدينا كما قاعدين تشوفوا، وباش نسكروا عليها هنا مرحله التسكير مهمه برشا، نحاولوا ان نشدوا بالباهي بالباهي باش من بعد في الطاطيب ما يخرج الناش الفخس نتاع الفخماج ويسيح لنا وتولي الكعبه ماهيش مزيانه. باش نفكركم راهو باش نستحقوا 30 كعبوره، كل كعبورة الوزن متاعها 35 غرام، نجمو بين 30 و 35 غرام. باش نعاود نوريكم طريقة كيفاش حطينا الفخس في الكعبورة متاع البات، نحلو بيدينا نحاولو ان الجنبات نخليوهم كما قاعدين تشوفو اغلاط، ونحاولو ان نحلو جيدة في الوسط بالطريقة هذية، وباش نحطو كونتيتي الفخس ونحاولو ان نسكرو عليها بالبيهي كما سبق وقلت لكم، باش نبعد في الطاطيب ما يخرج الناش الفخوماج من البات وتولي منظرها مش مزيان. ونكملوا الطريقة الكل مع الكعبات الكل. بعد ما كملت الكعبات الكل حطيت لهم الفخس متاع الفخوماج، باش نجي ناخذ بلاتو متاع فور ويكون عليه ورق الطبخ كما قاعدين تشوفوا، وباش نبدأ نحط الكعبات متاعي بالطريقة هذية. تبعوا كيفاش حطيت باش تتحصلوا على الفورم متاع السابان. حاجة أخرى نعاود نفكركم أنه استحقينا 30 كعبورة متاع بات الوزن متاعهم بين 30 و 35 غرام. وبالطبيعة ديما ماذا بينا ان ننزلوا بيدينا على الكعبات
باش الكعبات الكل تلصق في بعضها، ومن بعد في الترتيب كي نجيو نهزوها ونحطوها على بلاتو التقديم ما تتكسر الناش. لين نكملوا الكعبات الكل، وما ننساوش زيدا نعاود نفكركم ان ننزلوا بيدينا بالطريقه هذية باش الكعبات الكل تلصق في بعضها. باش ناخذوا زوز اصفر عظم، كونتيتي متاع حليب ما تكونش كبيره، وشويه قهوه. القهوه هيك باش تخلينا كي بعد التطيب الخبز متاعنا يجي لونه الذهبي المزيان. وباش ندهنوا الكعبات الكل باصفر العظمه والقهوه والحليب، ما ننساو زيدا نحطوا نكتين خل على ريحه الحليب، ما نكثروش سينو كيما تعرفوا راهو الخل مع الحليب يروب لنا. والفور متاعنا يكون مسخن على 180 درجه. انا للتطيب خذيت لي 20 دقيقه. ديما انتوما تحاولوا تتفقدوا الفور، كان حمارة طولونها ولا مزيان تخرجوها. باش نحضروا اللي باش ندهنوا بيه الخبزة متاعنا، خديت معدنوس قصيتو جيد وسنة ثوم مهرسة وكونتيتي متاع زيت زيتونة، حكيت 4 مغارف صغار. وباش نخلط المكونات الكل مع بعضها. وهنا بعد ما البان فارسي متاعي خرج من الفور، باش ندهنو بالزيت والمعدنوس والثوم اللي سبق وحضرناه، هذيك باش يزيدها بنة على بنة، وتحطوها في صحن التقديم فوق طاولتكم. باش نتعدي ونحضروا الفيغين متاع سلطة التونسية اللي هي سلطة الفقوس، حبيت طريقة التقديم متاعها تكون في فيغين نبدلو على العادي. باش نستحقو فخوماج بلون، ماذا بيكم ما يكونش سايح على خاطر باش نستعملوه بالبوشادوي، فقوس مقصوص جيد، فلفل هنا حار ولا حلو حسب الذوق، وطماطم مقصوصة جيدة كما قاعدين تشوفوا. بالنسبة للطماطم والفقوس والفلفل نفوحوهم شوية قارص شوية زيت وشوية ملح، وباش نبداو نحطو في الفيغين اللي يكونوا متوفرين عندكم. لين نكملوا الكيس الكل، تحطوا طبقة فلفل طبقة طماطم وطبقة فقوس. بيان سور نحاولوا ان نقسموا بالطبقة متاع طماطم باش يعطينا اللون الاحمر المزيان. وهنا بالنسبة للفخوماج بلون حطيته في بوشادوي، وباش نحاول اني نزين من فوق، هنا يعطيكم منظر ياسر مزيان. ونكملوا الكيسين الكل بنفس الطريقة. بالنسبه للدوي انا هنا استعملت الدوي ام متاع ويلتون، سبق وقلت لكم منين تشريوها تلقاوها على امازون. وبالطبيعه كان ما عندكمش الدوي هذيك تنجموا تستعملوا اي دوي تكون مزيانه،
وهنا باش نكمل نزينهم بكوردون ومعاهم كعب زيتون، وهكا نتحصلوا على سلطة مزينة فوق الطاولة وطريقة متاع تقديم جديدة. وتوا باش نتعدي ونحضروا الغولين تاع الكونكومبر والطن والفخوماج بلان. تاو تشوفوا طريقة سهلة برشا وما تشدلكمش اليد. للغولين تاعنا باش نستحقوا بان تورتيلا، طن ماذا بيكم انكم تصفيوا بالباهي من الزيت، وفقوس مقصوص جيد، وفخوماج تارتيني يبدا فخوماج بلان. باش ناخذوا البان تورتيلا وباش نحاولوا ندهنوه الكل بالفخوماج بلان. هنا راهو نجمو زيدا كان يكون متوفر عندكم الفخوماج فين زيرب، راهو يعطيكم مطعم ياسر بنين. وباش نحطو كمية متاع فقوس تكون بالعرض كما قاعدين تشوفوا لهنا، وباش نكملو بالطن. نعاود نفكركم انو الطن ماذا بيكم انكم تعصروه من الزيت بالباهي بالباهي، سينو كان باش نخليوه بزيتو راهو باش يبللنا الورقه نتاع التورتيلا ومن بعد راهي تتحللنا وتتكسر ومنظرها يولي مش مزيان. وباش اللصق والجنبات كيما قاعدين تشوفوا، ونحاولوا ان ندوروا ومن بعد باش نتعدي ونقصوهم هنا حسب كبر الكعبة اللي انتوما تحبوا عليها. وباش نكملو نزينوهم باللي كوردون، بيان سور لي كوردون اللي يكونوا متوفرين عندكم، حتى كان يبداو ما فيهمش زينه نجمو تحطو طومات سوريز والا كعبه زيتون. تو تشوفوا كيفاش المنظر يولي ياسر مزيان. وتوا باش نتعداو نحضروا البلاتو تاع سلاد كومبوزي. اول حاجه باش نستحقوها هي الروز. انا هنا نستعمل الساشيه نتاع الروز هذوما اللي يطيبوا في 10 دقائق، جربوهم راهم يجيو بنه وخفه وكل الكعبه تجي مفركه. باش نستحقوا بلاتو، اي بلاتو يكون متوفر عندكم، وهنا الروز بعد ما طاب زدتوا ملح فلفل اكحل وشويه زيت زيتونه باش ما يلصقش وما يعجنش. ونستحقوا صحفه باش نحطوا فيها الروز باش نجيو على خاطر نزينوه في وسط البلاتو. هنا اي فورم تكون متوفره عندكم نجمو تستعملوها. وباش نستحقوا لوبيا خضراء تقصوها وتنظفوها وتصمتوها في الماء وتفوحوها شويه زيت زيتونه ملح وفلفل اكحل وعصره قارص. وبالطبيعه طريقه تزيين السلطه نتاعكم اختياريه، انا هنا عطيتكم ايدي وليكم انتوما الاختيار والابداع كيما العاده. وباش نستحقوا بيتراف كيف كيف تصمتوه وتحاولوا انكم تصمتوه وحده، على خاطر كيما نعرفوا
البيترابي سيب اكل لون الاحمر، وكان باش تصمتوه مع البطاطا راهو باش يبدل لكم لونها. وبالنسبه للتفيح ملح فلفل اكحل عصره قارص وشويه زيت زيتونه. وباش نكملوا بسفناريا، السفناريا بعد ما صمتناها فوحناها ملح فلفل اكحل زيت زيتونه معدنوس مقصوص جيد، وزدناها سنه ثوم مهرسه. سنه الثوم تعطيكم بنه على بنه. ونكملوا بالبطاطا الكوبي اون دي والمصموطه، وكيف كيف بالنسبه للتفويح ملح فلفل اكحل عصره قارص شويه زيت زيتونه ومعدنوس مقصوص جيد باش يبدل لنا على لون البطاطا الفاتح ويعطينا اللون الاخضر المزيان ويبدل لنا اللون الكلو. وباش نكملوا نزينوها بكعبات طوماط سوغيز والا كعبات زيتون شنو يكون متوفر. بيان سور كان تحبوا العظام المصموطه نجموا انكم تستعملوا العظام المصموطه. ونكونوا هكا تحصلنا على بلاتو متاع سلاد يعمل الكيف ومنظره ياسر مزيان فوق الطاوله. وتوا باش نخليكم مع طريقة تزيين الطاولة وشنو انا استعملت، وبقدرة ربي الحاجات اللي استعملتهم تاع تزيين الطاولة نحط لكم في خانة المعلومات تحت الفيديو منين شريتهم كل حاجة منين شريتها. نخليكم تتفرجوا في طريقة التزيين، اما لازمكم تكملوا الفيديو لكل الاخر على خاطر باش نوريكم بعد الشابون بعد ما طاب شنو الصوص اللي عملناه معها باش يجيكم بنة على بنة. وهنا الشابون تاعنا بعد ما طاب استحق مدة طياب ساعة ونص. نحاولوا ان نسقيوه بالصوص اللي سيبها. بيان سور هنا رانا ما حطينا له حتى نكتة ماء، طاب في زيتو وفي الصوص اللي سيبها هو. باش ناخذوا كسرونة وباش نحاولوا ان نصفيوا الصوص. وباش نستحقوا حكة شامبينيون، انا هنا ما استعملتش الشامبينيون فري، استعملت الشامبينيون اللي موجود في الحكوك. وبالنسبه للحكه استعملت الحكه نتاع 250 غرام، وزدت عليها مغرفتين فرينة، والمغرفتين فرينة هذيك حليتها في الماء وحطيتها فوق الصوص والشامبينيون. وتوا باش نحطوها على الغاز لين تغلي وتعقد، وكي تغلي الصوص نتاعنا باش نزيدوها حكه كريم فريش. وبالنسبه للملح تذوقوا، كان تستحق ملح تزيدوها ملح. وهكا بعد ما طابت
هذية ناكلوها مع الشابون وإلا مع الدجاج، جربوها راهي بنة على بنة. ورساتاتنا متاع اليوم كملت وطريقة تزيين الطاولة إن شاء الله تكون عجبتكم، وإن شاء الله الفيديو كانت خفيفة عليكم وكل شيء واضح ومفهوم كما العادة. وما تنسيوش باش تشجعوني بالليجيم ولي كومنتير وبارتاجيو الفيديو، وإن شاء الله نرجع لكم في رسات جديدة وبنة جديدة، وإن شاء الله كل عام وانتوما حيين بألف خير يا ربي.